شب حريق كبير خلال الليل بالمرقس الليلي الخالي باراديزي نمبر 1 بضاحية بيرجينة، مما أدى إلى تدميره بالكامل وتسبب بحدوث أضرار للمحلات المجاورة للمبنى. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها مجهولون إلى المحل وتخريبه، وكان ضروريا تدخل رجال المطافئ لإنقاذ ممتلكات المحل. وتعد الخسارة التي تسبب فيها الحريق بالغة، ولا يزال إحصاء الأضرار جاريا. ويبدو أن الحريق قد تم بفعل فاعل، وحسب التحريات الأولية فإنه يبدو أن مجهولين قد اقتحموا البوابة الخلفية للبناية والدخول لإشعال الحريق باستخدام مواد سائلة قابلة للاشتعال. وكان المرقس الليلي مغلقا منذ قرابة عام ونصف، وذلك بعد إعلان إفلاس الشراكة بين من كانوا يديرونه. تبلورت مساهمة ترنتينو من أجل أبروتسو أيضا في مجال الهجرة، ففي قلب مدينة أكويلا تم افتتاح مركز استعلامي للهجرة شبيه بجينفورمي ومركز آخر للتبادل الثقافي. وقد تم تنفيذ هذين المركزين بفضل مجهودات التنسيق المشترك بين بعض المنظمات تحت اسم لنعيد البناء سويا، وذلك بالتعاون مع جينفورمي وتمويل وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي. وكانت مسؤولة المقاطعة حول الهجرة السيدة ليا جوفاناتسي بلدرامي قد التقت بوفد يمثل القائمين بأمر المركز في أكويلا، وكان الوفد قد وصل إلى ترينتو لإجراء بعض اللقاءات التدريبية مع موظفي جينفورمي. UFA هو الاختصار الذي يطلق على أوتنتي فاميلياري أسبرتي، أو المستخدمين الخبراء، وهم مجموعة من 50 شخصا ممن عانوا من مشاكل في الأمراض النفسية والعقلية سابقا، ويتعاونون حاليا مع موظفي الأمراض العقلية والنفسية لمساعدتهم في علاج مرضاهم. ولأول مرة في ترنتو تنشأ مجموعة من هذا النوع، ويعتبر عطاء هذه المجموعة كبيرا لا يستطيع حتى الأخصائيون تقديم مثيل له. وكان قد تم إصدار كتيب تصويري ويحتوي على نتائج هذه التجربة، مما لفت انتباه الأقاليم الإيطالية الأخرى. وعلى الصعيد الدولي هناك برنامج للتوأمة بين مروجي الفكرة في أمريكا، والذين كانوا قد بدأوا تشكيل مجموعة مساعدة ذاتية مع محاربي فيتنام القدامى. باستطاعة مواطني مقاطعتي ترنتينو وألتو آديجا الذين يتضايقون كثيرا أثناء الانتظار في الصفوف الطويلة أمام موظفي الخدمات العامة، باستطاعتهم مواساة أنفسهم، فقد أكدت دراسة صدرت مؤخرا عن كونف أرتيجاناتو أن كل عائلة تفقد سنويا بسبب الانتظار في الصفوف حوالي 10 ساعات ونصف ساعة. أما في مقاطعتي ترنتو وألتو آديجا فيفقد المواطنون حوالي أكثر من النصف بقليل، وحازت على الميدالية الذهبية هنا مقاطعة ترنتو بزمن قدره 6 دقائق و6 ساعات و16 دقيقة، تليها مقاطعة بولزانو. ولا يعتبر العدد الكبير للعاملين ضامنا لفعالية الخدمات، وهذا ما أكدته هذه الدراسة أيضا. يمكن خلال هذا الصيف الاستحمام في كل البحيرات 17 في ترنتينو. جاءت هذه النتائج الجيدة عن البحوث التي أجرتها الإدارة الصحية في المقاطعة منذ شهر أبريل الماضي، إلا أن بعض البحيرات سيتم وضعها تحت المراقبة المشددة، وذلك بسبب خطر نمو الطحالب. وباستطاعة المواطنين التعرف على جودة المياه في حوض البحيرة التي ينوون السباحة فيها، ومن المفترض أن يتم تعليق تقارير حول جودة المياه ونتائج البحث خلال 4 سنوات الماضية في كل منطقة يمكن السباحة فيها. عم الأسى والحزن كل الإقليم في ترنتينو ألتو آديجا بسبب وفاة لوشانو دا كانال، الوجه التلفزيوني التاريخي لتلفزيون ترنتينو. وكان هذا المذيع يعتبر ملك برامج المسابقات في ترنتينو خلال حقبة السبعينيات في القرن الماضي، وبعدها عمل في الدعاية وأنشأ وكالة خاصة به، وأخيرا برنامج جيرو فاغاندو ان ترنتينو الذي تم بثه عبر قناة RTTR في كل أنحاء إيطاليا. وكان هذا البرنامج عبارة عن موسوعة سياحية مرئية يمكن أيضا مشاهدته عبر الإنترنت. وكان دا كانال قد احتفل قبل بضعة أشهر بمرور 25 عاما على بدء برنامجه، وكان مقدم البرامج المشهور يعاني من مرض عضال وهو على عتبة 70 من العمر في شهر أكتوبر القادم.